ومعاه يوسف ابنه ويوسف ابنه مخرج وممثل واداني النوتس وعملتها. لسه بيدرس. يوسف لسه بيدرس. يوسف قال ايه؟ سوري يوسف قال ايه ابنك؟ يوسف طبعا انبهر بالفيلم وراح مطلع ملاحيظ. هو عينه يعني ربنا يحميه كده، هو لماح يعني. كان لسه اخد حصه مونتاج، خد باله من حاجه. مونتاج كان لسه كان في محاضره مونتاج، فخد باله من حاجه كده. راح قايلها لخالد على طول، فقال له صح. مش فاكر بس انا عملتها 100%. قال له هعملها دي، هعملها، لانه تفصيله كده كان ممكن تحرق حاجه او حاجه مش مفهومه، حاجه زي كده يعني. فلكن كان مهم لينا رد فعل السن ده. طبعا يعني السن ده مهم قوي، لانه اكشلي الفيلم ده جزء منه كبير موجه للشباب، للسن ده اللي هو ناس كتيره اللي عايزه تسافر، معظمها من الشباب. بالظبط بالظبط. بس بمناسبه كلامنا بقى عن المونتاج وعن وقت الفرج وعن الكاستنج وعن، فاكره زمان لما انا قلت لحضرتك كنا بنتكلم انا وحضرتك وقلت لك اللعبه جماعيه؟ كنت دايما اكرر الكلمه ده، اللعبه جماعيه، لانها صناعه والصناعه لا تقوم الا بالحاله الجماعيه. صحيح. المونتاج والمزيكا والإخراج والكاستنج والملابس.